جات لنا بعض الاسئله على ماتش السوبر بيسالوا هل الاهلي كان محتاج تدعيمات عشان يقدر يفوز على الزمالك؟ ده سؤال حلو. ناس كتيره بترجع من الجماهير بترجع خساره النادي الاهلي للبطوله بالنادي الاهلي الاداره ما دعمتش. انا مع كامل احترامي طبعا لكل وجهات نظر، كل واحد حر في وجهه نظره، بس انا اشوف ان حاليا قائمه النادي الاهلي بالنسبه لي اقوى من قائمه نادي الزمالك. حتى كل الكلام قبل المباراه ان نادي الزمالك ربما يعني يبقى هو الطرف الاضعف من نصيب الاهلي اكتر. يعني ده بسبب ايه؟ بسبب ان النادي الاهلي قائمته اقوى كلعيبه وفي كل الخطوط. طيب جوميز في اول مباراه ضد النادي الاهلي كان بيلعب بدونجا ورؤى اللي هو مشي، وكان عليه مشاكل كتيره جدا جدا داخل نادي الزمالك والناس مش معجبه بمستواه. كان هو الطرف الاضعف، بيتعرض لانتقادات، كان هو الاحسن. طيب مباراه الدوري نادي الزمالك اللي في الدوري تعادل مع فاركو، تعادل مع الجيش، خسر من المقاولين العرب اللي هبط، اتغلب من الجيش في كاس مصر. نادي الزمالك ما طلعش تاني الدوري، طلع التالت. كل هذه الامور برضو خلت نادي الزمالك يكسب النادي الاهلي في الدوري، وهو كان ممنوع من الصفقات، ما عملش صفقات في يناير، كان ممنوع وقدر ان هو يكسب. في كاس السوبر الافريقي نادي الزمالك ما دخلش غير محمود بنتايج في التشكيل الاساسي، وبعد كده دخل مشلك كبديل وعمر فرج بس اثنين. لكن في الاساس القوام اللي بيلعب بيه الزمالك محمد عواد قديم، حسام عبد المجيد قديم، المسلوسي قديم، عمر جابر قديم، دونجا قديم، ناصر ماهر، عبد الله السعيد قدام، زيزو، مصطفى شلبي، الجزيري قدام. يعني التشكيل ده ما فيهوش اي تجديد، هو محمود بنتاج بس الوحيد الجديد بدل مين؟ بدل احمد فتوح. لما يبقى الفكره مش في الاسماء، الفكره في التكتيك. وتعالى كده بص على دور احمد فتوح في الماتشين اللي فاتوا بتاع السعوديه وبتاع الدوري. هو يعني مش موجود في المباراه دي لاسباب بتاعته، ربنا يعني يفك مشكلته. محبوب بنتايج هو البديل، بيعمل نفس الدور. يبقى هنا المشكله مش في الصفقات، المشكله في التكتيك المستخدم. كولر بلعيبه كويسه جدا جدا مش عارف يلعب بيهم قدام جوميز، دي الحقيقه الواضحه، دي الحقيقه. كولر في ثلاث مباريات بمجموعه اللعيبه اللي معاه، وحتى لو جبت له مين، يعني يقول لي محمد عبد الرحمن، حتى لو جبت له مين، هي الفكره في التكتيك، انا بستخدمهم ازاي. انا اللي قدامي افيق خانقني، انا مش عارف العب ليه، لان هو مطير لي اتنين فول باكس، الباك الشمال دايما طاير، فقفل لك جابت محمد هاني، شفنا بيرسي تاو ومحمد هاني بيدافعوا، عمالين يدافعوا ما بيطلعوش. ليه؟ لان واحد رايح عليهم وبيساعد واحد من نص الملعب، وفي نفس الوقت عمر جابر واقف على الناحيه الثانيه مستني عشان يامن برضه، هو مش ما عندوش نفس المخاطر محمود بنتاي، بس بيطلع. بنوصل لبعض الاوقات نادي الزمالك موجود بثمان لاعبين داخل نص ملعب النادي الاهلي، ده معناه ايه؟ ده معناه ان الكره الثانيه في اللعب نادي الزمالك، الكره الساقطه نادي الزمالك، دايما زمن الهجمه بتاع نادي الزمالك اطول من زمن الهجمه بتاع النادي الاهلي. ناصر ماهر بينزل يستلم الكوره ويطلع الكوره بوشه، تعال بقى نبص على الناحيه الثانيه، كولر مدي محمد هاني وفي البدايه على يحيى عطيه الله، ممنوع انه يطير، ممنوع، اقف ثابت. ليه؟ عشان خاطر زيزو. اوكي انت موقف زيزو، بس انت في نفس الوقت انت كمان واقف. يعني انت موقف زيزو اوكي، في نفس الوقت انت كمان واقف، ما بتهاجمش، والتاني مبسوط لان هو الطرف الاضعف. كل ما الوقت بيعدي الضغط بيزيد عليك انت، ما بيزيدش عليه هو، لان الزمالك يا دين لو خسر المباراه دي حد يزعل؟ لا عادي، ده متوقع.